قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الإفراج عن مستحقات اللاعبين كنوع من التحفيز قبل مواجهة سموحة في نهائي الكأس. يأتي القرار في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق مؤخرا مع مدربه الحالي خالد جلال والوصول إلى المباراة النهائية للكأس فضلا عن الفوز على الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري. كانت اللجنة المالية التي أدارت النادي ماليا في الفترة الماضية قد صرفت رواتب اللاعبين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين بعد فترة طويلة قبل رحيلها بقرار من النيابة العامة.